تجيبوا مع المشاوي كاستريتا ولا شيش طاووق؟ عندي كاستريتا مرتب اهو. لا يفضل شيش طاووق. طب ماشي تكرم عيني. يسلموا. وسام. ايوه. خد مشي هاد وسام. تامر. امر معلم. شو هاد؟ شو هاد؟ ليشك شعرك طويل؟ عفوا معلم، صدقني انا اليوم الصبح كنت بدي احلق بس ما لحقت. انا 100 مره قلت لكم اكره شيء علي اني اشوف جرسون شعره طويل او هندامه مو مرتب. طيب خلص بكره بحلق. ايه بيكون افضل، احسن ما تحلق بالمره. امرك معلم. الو مطبخ، اعطيني توفيق. توفيق، وصلت الخضره ولا لسه؟ حلو كتير، بس وينك؟ الله يرضى عليك، انتبه ها، الخضرة كلها بتتعقم بالبرمنجانات قبل ما تنزل على البراد. ايوه مثل عادي. بعدين وينك؟ هذا مساعدك، شفته امبارح عم يقطع البندورة من دون ما يلبس كفوف بايديه، بقى نبه لي عليه، إذا بشوف هيك منظر مرة تانية ما بيحصل له طيب أبدا. يا حبيبي مو قصة نسي، لأني أنا 100 مرة قلت لكم إن المطبخ لازم يكون مثل غرفة العمليات تبع المستشفى. يعني لو بصح لي لبسكم كمامات ما بقصير. بعدين ليش مخللوا الكبيس عم ينزل على الطاولات من دون غسيل؟ ولك اخي، واذا البراميل مختومه لازم ينغسل. بقى الله يرضى عليك، نبه لي على الشباب يغسلوا المخلل منيح قبل تقديمه على الطاولات، لاني مالي مستعد ابدا اسمع اي ملاحظه من زبايني. مفهوم؟ نعم؟ طيب ماشي الحال. ابعت لي كاسة شاي خمير من عندك. ماشي. الله معك. يا محمد عمر. محمد عمر. أمرك معلم. مور معلم. شو؟ ليش هيك قميصك مجعلك؟ الله وكيلك مو مجعلك بس هلا اجعلك. لك يا أخي اجعلك بتبدله فورا. انصرف على شغلك. حاضر. تعا. ليش شعرك طويل أنت الثاني؟ اليوم التنين معلم. بكرة بتحلق شعرك، أحسن ما أحلق لكم كلكم. صرف. وسام. مور معلم. تعال انت وصانيه لشوف. مور معلم. شو ها؟ هدول مقبلات للطاوله 9. هلا هدول مقبلات؟ لكن شو هي معلم؟ روح رجعهم على المطبخ قوام وقول له لهالفهيم يلي عبالك صحون خليه عبيهم مثل العالم والناس. لسه بيحط لي بالصحن لحسة حمص ولحسة متبل ولحسة شو يعني بدكم العالم يحكوا علينا ويطلع صيت على مطعمنا انه بخل بالاكل؟ لك انا 100 مرة فهمتكم انه شغلتنا بدها كرم، بدها سخاء، نحن عم ناخذ من الزبون السعر اللي بدنا اياه، وبالمقابل لازم نحط له الكمية اللي بده اياها. اي والله لو عم تحطوا من جيبتكم مو هيك؟ روح قوام عبي صحون بسرعة. حاضر معلم. لحظة. مور معلم. شو ها؟ هلا بزمتك هاد صحن موالي هاد؟ يا معلم انا ما دخلني هن اعطوني اياه هيك. وين اللوز والفستق الحلبي والكاجو؟ ارجع على المطبخ قوام وخليهم يعبوا الصحون مثل خلق العالم. حاضر معلم. اهلا وسهلا، لحالك ولا معك حدا؟ شو شايف انت؟ لحالي. لحالك ولا تفضل عندي. اهلا وسهلا استاذ. اهلا وسهلا. لحظة شوي، شو عم تعمل؟ خير استاذ؟ شو في؟ اخي انا هالعادة ما بحب بنوب، بقى من اول ما بدنا نجذب على بعض. شو قصدك استاذ؟ حبيبي انا ما طلبت منك لا قنينة مي ولا علبة محارم، ليش لزقتهم بخلقتي؟ ايه ولا يهمك استاذ، هدول ما بينزلوا على الفاتورة. اكيد عم تحكي؟ ولو استاذ، شو هي أول مرة بتجي لعنا على المطعم؟ اخي أول مرة ولا آخر مرة، أنت شو دخلك؟ عفوا عدم مؤاخذة، لا تؤاخذني إن شاء الله. بكل الأحوال شو بتحب تتغدى أستاذ؟ شو في عندكم؟ كل شيء بيخطر على بالك موجود. جيب لي فروج مشوي، ولا لك بلا فروج. جيب لي نص كيلو لحمة مع صحن حمص وصحن متبل. تكرم عينك، بتحب تشرب شيء مع الأكل؟ جيب لي عصير بردان فريش. تكرم عينك. وينك؟ تعال لك. قل له للشيف خليه يشوي لي سيخين بصل مع اللحمات، بس يكونوا صغار ها. بسياب. البصلات. أمرك. العافية.
اهلا وسهلا. خذ هذه الطريقة. تكرم استاذ. مدام انتصار، انا ابو سعيد المرستاني صاحب مطعم جنة النعيم. قال حضرتك خبرتيني. بقى في شي ملاحظة يا ترى على الاكل اللي بعتنا لكم اياه؟ نعم؟ الكبة المشوية عم تشرشر كتير؟ معلوم بدها تشرشر، اجباري مدام، لانه نحن منحط مع الكبة شحمة حتى تنز، وبصراحة الكبة المشوية ما بتصير غير بهالطريقة. نعم؟ عفوا، ليش شبه الكبة المقلية؟ لا يا مدام انتصار الله يسامحك، هيك رح ازعل منك ها؟ شو ليش؟ لانه الكبة مليانة حشوة وكلها هبرة وصنوبر، اصلا كبتنا مشهورة بالبلد كلها. ضيوفك هيك قالوا؟ طيب مثل ما بدك، المرة الجاية ان شاء الله رح نعبي لك الكبايات ورح نترس لك اياهم ترس، المهم تكوني رضيانة مدام انتصار. لا لا ولو يا مدام، نحن قبل كل شيء بهمنا رضا الزبون، وشعارنا الزبون دائما على حق. الله يعافيك يا مدام، يا اهلي مدام انتصار، اهلا وسهلا ومرحبا، الله معك، الله معك، مع السلامة. عم تدور على حدا معلم؟ دور على الحمام. وين الحمام؟ الحمامات من هني. من هون؟ ايه شكرا. معلم اعطينا حساب 19. لحظة حبيبي. خالص معلم؟ اهلا وسهلا استاذ، ان شاء الله عجبك الاكل. ظريف. بتحب نضيفك شيء بعد الاكل؟ شاي، قهوه، حلو؟ لا يسلم، ما بدي شيء، ما بدي شيء. عندي كريم كراميل ظريف. يا اخي ما بدي شيء. اي بامرك. تفضل استاذ. يسلم وشكرا. لا هي الفاتوره استاذ. ايه. العمى شو هاد؟ شو هاد؟ فاتوره، الفاتوره. بعرف انها الفاتوره، بس لشو 350 ليره؟ شو الشغله نهيب؟ لا عفوا استاذ، الفاتوره مفصله قدامك. نص كيلو لحمه ب 250 و 100 مقبلات. شو هالحكي؟ لا والله خزيت العين حواليك، شاطر تمام. روح حبيبي روح، روح ابعث لي صاحب المطعم بسرعة، روح. عفوا استاذ، الشغلة مو محرزة، يعني اللي بتأمره نحن حاضرين. هلا بلا أكل هوا وصف حكي عمل لك ها، قلت لك روح ابعث لي صاحب المطعم خليني أتفاهم أنا وياه. يا استاذ صدقني القصة. لك العمى ضربك على يباسة الراس، لك أنت ما بتفهم عربي؟ قلت لك روح ابعث لي صاحب المطعم خليني أتفاهم أنا وياه، فهمت ولا ما فهمت؟ خير خير خير، شو في؟ شو خير شو في؟ المشكلة بالفاتورة استاذ، تفضل. شو بهالفاتورة؟ شوفها بعينك. طيب طيب استاذ، ولا يهمك، كل شيء بينحل بالرواق. تفضل تفضل. لا حول ولا قوة الا بالله. تفضل حبيبي تفضل. تفضل تفضل. ايه استاذ قل لي، في عندك اعتراض على الفاتورة؟ يا اخي طبعا في، العمى على هالقصة. كل اللي اكلناهن شوية لحمة وصحن حمص وصحن متبل. لشو ال 350 ليرة؟ لشو؟ خلص استاذ خلص، ولا يهمك. أنت لا تشغل بالك بهالموضوع نهائيا. قديش حابب تدفع حضرتك؟ يا أخي مو قصة أدفع ولا ما أدفع، بس الشغلة احترام للزبون. ولا على بالك يا أخ، نحن بهمنا نكسب الزباين يلي مثلك، ومشان هيك رح نعتبر غدا اليوم ضيافة منا على حساب المحل يعني، وإن شاء الله صحتين وهنا حبيبي. على قلبك، يعني هيك خالصين؟ إيه طبعا خالصين، وإذا بتحب تشرب شاي أو قهوة أو تاكل فواكه أو حلو رح يوصلوا لعندك على الطاولة، تفضل. لا معلش شكرا، كتر خيرك، قلنا له للشغيل اللي عندك ما بدي. السلام عليكم. الله معك، مهونة يا حبيبي. لا يا معلم لا، هيك شكلات بدها شرطة، ما بدها أكرم ومسايرة. أنت شو بفهمك يا شغلة؟ روح على شغلك حبيبي روح. حاضر. هلا أنت متأكد إنه هذا أول مطعم؟ إي نعم إي نعم، تفضل. هاي شرف لك. يعطيك العافية يا سعيد. أهلا وسهلا ومرحبا، الله يعافيك. الأخات كان عم يتغدى عندك شيء؟ إيه نعم. خير؟ الله يصلحك يا أبو سعيد،
سمعت مطعمك مثل المسك، يعني مو ضروري تنزعها بيك شغلة بسيطة ما بتستاهل. عفوا أنا لحد هلأ ما فهمت شيء. الأخ عم يقول إنه فاتوته طلعت 350 ليرة. مزبوط هالحكي؟ عظيم كتير، لكن ليش ما رجعتوا لك مات 500؟ أنا 500؟ شلون يعني أنا 500؟ أنا عطيت الجرسون اللي عندك 500 ليرة مقلي معوضين. عيب والله العظيم عيب. شو الشغلة نهيب ولا تشليح؟ يعني عفوا أبو سعيد، حضرتك سيد العارفين، البخشيش ما بيصير بالزور، والمفروض بالجرسون يرجع لك مال 500 لحاله، مو يحطها بجيبته ويطنش. والأخ إذا حب يكرمه يصطفل، بس مو يقول له معوضين ويطيلس. معكن حق يا سيدي، معكن حق. ازرعوها بدأنا هالمرة. قديش بزد لك معنا أبو الشباب؟ 150 ليرة بس. على عيني وراسي، تكرم عيونك. تفضل، هاي 150 ليرة. منيحين؟ وصلك حقك؟ وصلني. معناتها احنا ما عاد لنا لزوم. السلام عليكم. ما بصير هيك، عدوا شربوا شاي. لا لا اسمح لي، فرصة تانية إن شاء الله. الله معك، مع السلامة. لحظة لحظة. اوعك تكمشني من قميصي. ها هلا برجع بنادي لك الشرطة. أنا ما بدي أكمشك، بس بدي أسألك سؤال واحد. تفضل. شو هو السؤال؟ ليشك عملت؟ يعني فوق ما أكرمناك وما أخذنا منك مصاري وسامحناك بحق الوجبة، بتقوم بتشتكي للشرطة وبتتبلانا 150 ليرة؟ مو عيب عليك؟ طيب ممكن أنا هالمرة أسألك سؤال؟ شرف سؤال. أنت ليش سامحتني بالمصاري؟ شفقة. هيك شفقت عليك وحسيت إنك مفلس وما معك مصاري وجوعان وبدك تاكل وعم تتحجج إنه الفاتورة غالية مشان ما تدفع. ما اختلفنا، بس أنت ليش ما جبت لي الشرطة أو خليتني أدفع غصبا عني؟ لا حبيبي لا، أنا هالحركات ما بعملها منوب. وليش بقى؟ لأني عملت بأصلي. إيه؟ وأنا كمان عملت بأصلي. شفت الفرق بيني وبينك؟ فعلا. شلون شايفتيني هالوضع ام صلاح؟ ما شاء الله كان خزيت العين حولك، طالع مثل العريس بليلة عرسه. شو هالحكي؟ هلا بصدق دغري. ها بيوم عرسنا ما لبست هيك لبس. الحق بايدك، انا طالع انيق كتير، ومثل ما بتعرفي انا ما بحب اللبس الرسمي، بس مدير المنطقة الجديد جاي لعنا لهون وأول مرة بيزورني بالبيت، لذلك لازم نستقبله ونقوم بواجبه منيح. دخلك؟ ما عرفت ليش جاي لعنا؟ والله ما عرفت، بس كلمة هنالك إنه طلب مني إنه أجمع له كل وجهاء البلد عندي بالبيت. وشو بده بالوجهاء؟ الله أعلم، بس هلا بعد شوي منعرف كل شيء. مني؟ ماني شايفة حدا. ما تقولي إلا وصلوا. يلا يلا جاي. يا اهلا وسهلا بسعادة مدير المنطقة. الله يعلم انكم شرفتوا مضافتنا. شكرا يا مختار. يا اهلين. هذا مدفع. الحقيقة يا اخوان انا طلبت من الاخ ابو صلاح يجمع لي هالوجوه الطيبة عنده بالمضافة لحتى نقعد ونتساير بالحكي على راحتنا وبدون ما حدا يزعجنا. هذا البيت بيتكم سيدنا. نحن ما رح ننسى هالشرف طول ما نحن عايشين. شكرا يا اخي. بس يا ترى شو هذا الموضوع اللي بدكم تحكوا فيه يا سيدنا؟ بالواقع الموضوع بسيط كتير، وباختصار بعد يومين رح يشرفنا على البلد الأستاذ أبو النصر العلالي، ومثل ما بتعرفوا السيد أبو النصر مسؤول كبير بالبلد، والمفروض نعمل له هيصة وليصة واستقبال يليق بمقامه. إيه طبعاً طبعاً، هذا واجبنا يا سيدي، ما في كلام. بس شو مناسبة الزيارة يا سيدنا؟ ما في مناسبة معينة، الزيارة روتينية عادية، بده يعمل لقاء سياسي مع جماهير المنطقة يشرح فيه التطورات السياسية اللي عم نعيشها داخلياً وخارجياً. وبمعنى آخر السيد أبو النصر هو موفد الحكومة لضيعتنا. وليش بدهم يشرحونا أنه بالذات؟ نحن فهمانين الوضع المضبوط. إيه بجوز، بس هاللقاءات السياسية عم بتصير بأغلب المناطق والمحافظات، مو بس عنا بالمنطقة، وطبعا كل مسؤول تكلف بمنطقة أو أكتر. ومن حسن حظنا أنه السيد أبو النصر طلع من نصيبنا، ولا شلون يا مختار؟ طبعا طبعا ما في شك، هذا أبو النصر علالي. وبصراحة ما رح أخفي عنكم أبدا انه في شوية استياء عام بالعاصمة من منطقتنا بالذات. شو هالحكي؟ استياء عام؟ ليش يا سيدنا؟ ليش لا سمح الله؟ عم بيقولوا انه اللقاء الجماهيري اللي صار السنة الماضية بضيعتكم ما كان على مستوى الطموحات. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني ما كان في حضور شعبي، الحضور اقتصر فقط على الموظفين وطلاب المدارس، والباقي طنشوا وضلوا قاعدين ببيوتهم، وكأنه هاللقاء الجماهيري عم بيصير بالسنغال مو عنا هون بالمنطقة.
ولهالسبب جانا كتاب رسمي بضرورة حشد كل الفعاليات الجماهيرية بهاللقاء هذا، خصوصي انه في بعثة تصوير تلفزيوني بدها تصور جماهير حقيقية متنوعة، مو طلاب مدارس وموظفين وشرطة. معكم حق سيدنا، بس عفوا يعني شو بدنا نساوي اذا الناس مو حابة تشارك بهذا اللقاء؟ يعني لا تؤاخذني، نغصبهم يعني نطلعهم من بيوتهم بالزور؟ طبعا ما في شيء بصير بالغصب، بس بالسياسة والمحاياة والمسايرة وفن الإقناع منقدر نطالع الناس من بيوتها ونسحبها مثل الشعرة من العجين ونتفشى على ساحة الاحتفال. وبصراحة هاي مهمتكم أنتو، أنتو وجهاء البلد، وأنتو اللي ممكن تقنعوا الناس بالحضور. طيب وإذا ما اقتنعوا؟ ما بيصير ما يقتنعوا، شو هالحكي هاد؟ مسؤول كبير وله هالوزن وعم بيزور ضيعتنا، فمو حلوة ما يلاقي حشود باستقباله، ابدا مو حلوه بحقنا. هي من جهه، ومن جهه ثانيه بدي التفاعل يكون على كل المستويات، رجال مع نسوان مع فلاحين مع طلاب مع موظفين. شو اسمه لقاء جماهيري لكان؟ خلص ولا يهمكم سيدنا، رح نعمل جهدنا نطالع لكم كل البلد اذا الله رد. البلد كلها رح تطلع، انا واثق من هالشيء، بس بحاله وحده. شو هي استاذ؟ اذا انتم كوجهاء طلعتوا البلد كلها رح تطلع، ولهالشي حابب أكد على حضوركم كلياتكم. ولا يهمك، ما حدا راح يقصر بإذن الله. ليش احنا منسترجي؟ معلش أبو صلاح كلمتك غالية، بس أنا بدي تعهد رسمي بهذا الشي. هاي الشباب قدامك بيتعهدوا لك على كيفك. ما بدي تعهد شفهي. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني بعد إذنكم بتشرفوا بكرة الصبح لعندي على المكتب كلياتكم، وبتوقعوا على تعهد رسمي بالحضور والمشاركة العفوية، وبهالصورة رح أضمن إنه ما حدا رح يتخلف عن المشاركة بهالعمل الطوعي. يعني كلمتنا ما بتكفي يا سيدنا؟ ضروري نوقع؟ كلمتكم على عيني وراسي، بس أنا بحب الأمور تكون نظامية. إذا حدا وقع التعهد وما حضر، شو بتعملوا معه؟ ما رح نعمل معه شيء، لأنه أولاً وأخيراً المشاركة طوعية، واللي بيحب يحضر من تلقاء نفسه أهلا وسهلا، واللي ما بيحب هو حر. خلص خلص سيدنا، من بكرة كل الشباب بيكونوا عندك بالمكتب، رح يوقعوا ويبصموا إذا هذا بريحكم. أما هي سمعة، شو بده ياخدكم على الحفلة بالزور؟ وين صارت هاي؟ اسمه احتفال يا أم صلاح، مو حفلة، احتفال. ما اختلفنا، بس هيك شغلة ما بصير بالزور. وفي مثل بيقلك الكلب اللي بدك تجره على الصيد من إيده يضرب براسه هو صيده. هلا ما لقيت يحلى من هالمثل؟ أنا عم أقول هيك مشان تفهم معنى الكلام وتكب الباقي. خلص خلص سكري على الموضوع، مو ناقصني هم، وحده اللقاء الجماهيري بكفي. ست هلا شو اتفقنا؟ موضوع المدارس عليكي ها؟ تأمر، أنا جاهزة. يعني بتنظمي لي طلاب المدارس بشكل لائق ومرتب، وبتعلميهم شوية أناشيد وطنية خارجية مناسبة. بالنسبة للأناشيد الوطنية لا تحكي الهم، طلاب حافظين أكثر من 50 نشيد وبيزبطوا على كل المناسبات. عظيم. الشغلة الثانية اللي بدي ألفت نظرك إلها، ما بدي حدا من الأساتذة والأنسات يفركها قبل ما يخلص الاحتفال، لأنه بالعادة الأساتذة بيوصلوا الطلاب لساحة الاحتفال وبعدين بيكفوا مغيب. كمان هالشغلة محلولة أستاذ، لأني وقعت كل الأساتذة والأنسات على تعهدات خطية بالحضور والمشاركة من أول الاحتفال لآخره، وكل واحد بغيب بيتحمل مسؤولية غياب. عظيم جدا. وأنت يا أبو سياح؟ مور معلم، باعتبارك شاعر المنطقة وخطيب السياسي بدي منك تجهز لي خطبة مطنطنة من كعب الدست، تخلي الناس تقوم ما تقعد، تنط ما تحط، وبدي صوتك يلعلع لآخر الدنيا، وقد ما فينك تجعر اجعور وسيطر على العالم بجعورك. ايه شو علي؟ ولا يهمكن سيدنا. وانتبه على صوتك من هلأ ها، اوعك تاخد برد او تشرب شي بارد بعدين بتنبح، وإذا في عندك شوية سكر نبات سفل لك كم سفي قبل الاحتفال بيكون أفضل. ولا يهمكن سيدنا، أنا صوتي بيعمله ما خيبني، وخصوصا بهيك مناسبات. بقى شو رأيكم اكتب لي هيك قصيدة ترحيب بالضيف كبير؟ ما في مانع، بس تكون قصيرة ومختصرة، ما بدنا نملله لأبو النصر، حاكم هذا خلقه براس مناخيره هيك قالوا لي. أصلا زيارته لضيعتنا كلها رفعتها. وانت يا بطاح بدي اياك تضبط لي ساحة الاحتفال، بدي اياها تكون كلها تحت سيطرتك. حاضر سيدي، بوعدكم انه انشر عناصري حوالين الساحة من الصبح. ما بكفي هيك، بدي تنبه عليهم يفتحوا عيونهم على الاخر،
مو يلتهوا بالاحتفال والتسفير وينسوا شغلهم؟ واهم شيء انهم ما يخلوا حدا يقرب من ابو النصر ولا باي شكل من الاشكال ومين ما كان يكون، لانه معلومه بكره الناس بتتشاطر وتتكوش حواليه. هذا اللي بده يسلم عليه، وهذا اللي بتحش له ورقه بجيبته، وهذا اللي بده يطلب منه طلب، وهذا اللي بده يتصور جنبه، الى اخره من هالسؤالات. بقى هالمظاهر هاي كلها ما بدي اياها، ما بدنا نزعجه للزلمه. حاضر سيدي، بتؤمر. وشو صار بالخطاط؟ اللافتات جاهزه ولا لسه؟ سيدي اللافتات جاهزه، بكره رح نبلش التعليم. عظيم جدا، معناها موعدنا بكره الصبح بالساحه مشان نعمل ترتيباتنا النهائيه. وهلا تفضلوا، يعطيكم العافيه. ست هالة، خلي طلاب المدارس وقفوا هون بهالقرنة هي. شو رأيك تحملهم إعلام وبوالين وزمامير؟ ما في مانع، بيكون أحسن، بس على شرط يكون التزمير بإعاز رسمي مو بشكل عشوائي. ما بدنا تضيع الطاسة. إيه طبعاً طبعاً، بتأمر أبو وضاح. نعم. الموظفين بوقفوا بهالقرنة هي، وجهاء البلد بزاوية ثانية. حاضر سيدي. أنا وين بدي واقف معلم؟ أنت شو رأيك؟ اختار محل بيناسبك. يعني أنا هيك بدي شي محل عالي مشان صوتي يوصل لأبعد مدى. محل عالي؟ محل عالي؟ لكن المشكلة إنه هالقرنة هي ما فيها محل عالي. طيب شو رأيك سيدي نجيب له شي برميل فاضي يوقف عليه؟ لا لا أبو الضاح، مي حلوة بنوم، شو هي برميل؟ ما حلوة يا أبو صياح، استقبل أبو النصر من فوق برميل، بعدين منظر البرميل منظر مو حضاري. طيب شو رأيك سيدي نجيب له سيبة يطلع يخطب من فوقها؟ كمان مو حلوة، أنا رأيي نجيب طاولة يوقف وراها ويخطب. والمصيبة ما عدنا اللحق نستعير منبر من شبرك الثقافي. شو رايك انت ابو صياح؟ بيمشي الحال سيدنا، بيمشي الحال. انا صوتي قوي، مو مهم تنزع بالعالي. عظيم. اصبح يا ركان بتروح لعندي على المكتب وبتجيب طاوله وبتجللوها بشرشف اخضر وصلى الله وبارك. حاضر سيدي. ها هي الجماهير قد زحفت، ها هي الحشود قد اقبلت، ها هي الساعه قد ازفت، ان الحناجر لتصدح والقلوب لتفرح والمشاعر تسرح وتمرح. أهلا بضيف بلدتنا الكبير، أهلا بأبي النصر. النصر آت لا ريب فيه، فلتسمع كل الدنيا فلتسمع، لن يركع منا طفل يرضع، لن يركع منا طفل يرضع، قسما بالهاون والمدفع، قسما بالحقل وبالمصنع، أحلف بسماها وبتربها، أحلف ببيوتها وأبوابها. أيتها الجماهير الحاقدة الحاسدة، أيتها الحشود الهائجة والمائجة، نترك الكلام الآن لضيفنا الكبير والمسؤول الخطير السيد أبو النصر العلالي، فليتفضل مشكورا. تفضلوا سيدنا. إن شاء الله بدك ياني وقف ورا الطاولة وأخطب الناس. الرأي رأيكم سيدنا، وين بتحبوا تخطبوا؟ ما بعرف، ليش مو عاملين منصة عالية؟ كل مرة بتأسروا بشغلة وآخرتها معكم يا أخي. سيدنا أنتوا أمروا ونحن ما علينا إلا السمع والطاعة. شو أمروا؟ وين بدي واقف أخطب؟ سيدنا شو رأيكم تطلعوا على الأسطوح؟ لا شو أسطوح أنت التاني؟ شو شايفني بدي أحكي من فوق الأسطيح؟ سيدي والله ما بعرف شو بدي إلكم. ماشي الحال. لقيتها، جيبوا لي هالرافعة هديك، بدي ألقي كلمتي من السلة. أنو سلة سيدي؟ أنو سلة يعني سلة الكهرباء. معقولة سيدنا تطلعوا تلقوا كلمة من السلة؟ وليش مو معقولة بقى؟ ولا ما بدك ياني تعلى مراتبي؟ يلا جيبوا الرافعة لهون بسرعة. حاضر سيدنا. أبو وضاح تحرك جيبوا الرافعة لهون يلا. حقوني. هلأ ما لقى محل يخطب منه غير فوق رافعة الكهرباء؟ هو هيك بيحب الأنزعة، دخيله ودخيل أنزعته. منيح هيك سيدنا؟
ما بترتفع أكثر؟ ما بترتفع أكثر يا إبراهيم؟ لا يا سيدي، هي أعلى شيء. إخواني أهالي بلدة وادي الحرادين الكرام، يسعدني ويطيب لي ويلذ للمرء أن شواد. لك شواد يا مدير المنطقة. لا تخافوا سيدنا، لا تخافوا، أكيد هذول مهربين. مهربين؟ نسلوني نسلوني بسرعة عوام، نسلوني. كملوا سيدي كملوا، شغلة عادية. عم قلكم نسلوني، نزل الرافعة بسرعة عوام. أمرك سيدنا، نزل الرافعة يا إبراهيم. سيدي ما عم تنزل. لك شو عم تقول؟ شلون ما عم تنزل؟ هلأ ما كان فيها البلا، بالظاهر علقت. علقت؟ لك سيادته بده ينزل. قسما بالله بعلق بشرتك هون بنص الساعة، نزلها بالمسخرة. أمرك سيدي أمرك. لك شو صار معكم؟ ما تنزلوني. يلا سيدنا يلا رح ننزلك، بس يمكن الرافعة معلقة شوي. معلقة؟ يا حبيبي أحسنين. سيدي طولوا بالكم وتزرعوا بالصبر. ما بدي اتزرع بشي، قسما بالله إذا ما نزلتوني رح تتحاسبوا كلياتكم. يلا لشوف، اخلي لي الساحة فورا، ما بدنا سياتو يصير فرجي. حاضر سيدي حاضر. يلا يا جماعة خلص المولد، كل واحد على بيته أحسن ما يشغل العصاية. ها بسرعة لشوف. اسمعوا على الحكي، شلون خلصوا لسه ما بدي؟ أنا بعرف. هل اجت الحزينة تفرح ما لقيت لها مطرح؟ هلا تحركوا من هون، رح تاخذوا وحدي. يلا لشوف. لا سيدي ما حذرت، بدنا نضل واقفين هون بدنا نتفرج. لك تحرك انت وياه احسن ما دب الصوت. يلا لشوف ولا تحركوا لشوف. تحرك بلا لنا يا الفرجة امشوا. ولك شو عم تقول؟ وين على الاهل؟ على الرافعة؟ العم بقلبك شلون على الرافعة؟ وشو طالع على الرافعة؟ العم على الفضيحة، يا شماتة رفاق قيادة فيه. اسمع لعملك، أنا راح أبعث لكم فني رافعات بسيارتي، وهو بيتكفل بالموضوع. خبرني شو بيصير معك أول بأول. الله معك. العم بس بدي افهم شو طلعوا على الرافعة. ولك عجل انت وياه شوبت، والله الاخرب بيوتكم والله كلياتكم. انا يصير فيني هيك؟ انا اتبهدل هالبهدلة بضيعتكم؟ قال ضيعت اللي الحردين قال، والله انتوا الحردين ما في غيركم. طولوا بالكم سيدي الله يخليك. ولأمتى بدي ضل معلق فوق؟ سيدي بعد شوي رح يوصل الميكانيكي. سيدي شو رأيكم طالع لكم أكل بالحبلة؟ أكيد بتكونوا جعتوا هلا. أختك أم صياح سيدي عاملة طنجرة ملوخية على كيف كيفك. ها ولك ما بدي اتزهرم شي هلا، هلا وقت الأكل أنت التاني؟ قالوا نعم. أهلين. لا لا الحمد لله، صحتي تمام ومعنوياتي عالية. اطمنوا. طبعا رح نطلع على اتصال. الله معكم. العمى انطبلت الدنيا بقصتي، لك يخرب بيتكن وبيت بيتكن، شو حوش؟ أكيد وصل ميكانيكي. هذا هو. وصل ميكانيكي سيدنا؟ لك ما بيهمني يوصل، بيهمني انزل. السلام عليكم. لا سلام ولا كلام، بسرعة يلا تحرك. وين الرافعة؟ لك ليك مالك شايفة قدامك؟ خلصتي؟ ولك هون هون. مالك تقصصني؟ صلحها بسرعة خليني انزل عوام. الحقيقة يا سيدنا أنا آسف كتير. لك شو آسف ولا؟ سيدنا هالنوع من الروافع ما بيتصلح إلا بالورشة. أنا ورشة إيه؟ ورشتنا سيدنا بالمنطقة الصناعية. لك شلون بدنا ننضرب على قلبنا ونروح على المنطقة الصناعية؟ سيدنا أنا بقترح تمشي فيكم السيارة على مهلة هيك حتى تصل على الورشة. أنا ما عندي غير هالحل. ولك يحلوا رقبتك إلهي، شو بدك يعني يصير فرجة للعالم؟ بس مو الحق عليك، الحق على الفهيم يلي بعتك. سيدي شو رأيكم نرميلكم حبلة وتربطوها بالسلة من فوق وتنشوا فيها على مهلكم؟ شو تفضلت يا مختار؟ شو تفضلت يا بطيخ؟ حبلة؟ أنا أنزل على الحبلة؟ لك شو شايفني طرزان قدامك؟
سيدنا شو رايكم تقربوها على الشجره بعدين تنطوا من الشجره على السله من السله على الارض؟ سيدي ابو الضاح قصده من السله على الشجره بعدين من الشجره على الارض. ايه ايه سيدي هيك. لك شو الفهم انت الثاني؟ انا بدي اتعربش على الشجره؟ لك شو شايفني صعدان قدامك؟ لك منين بتجيبوا هالحلول الخنفشاريه العمى؟ الرئيس مغفره. سيدي من جرب ما في خساره المساله. لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي الحال جربوا لشوف. يلا شباب قربوا السياره لهون بسرعه. يلا خلصني. واقف يا ابراهيم واقف واقف. نطوا سيدي نطوا. تفضلوا نطوا. ولك ينطوا ببطنك قرد ان شاء الله. لك شو شايفني شمبانزي قدامك؟ مالك شايف العروق شلون طريه؟ ولا مفكرني فراشه حتى هدي على اوراق الشجر؟ طيب سيدنا شو رايكم نمشي بالرافعه لعند هذيك البحيره اللي هني؟ ايه وشو بدي اعمل عند البحيره؟ سيدي بتنطوا شك على البحيره ونحن بنسناولكم. ومين قال لك اني بعرف بسباح؟ ايه انا بغرق بشبر مي. طيب خلينا نقرب الرافعه لعمود الكهرباء. اوعولك اوعى حدا يقرب شيها. اتصلي بالتليفون بقوات الطوارئ وفرخه العناكب البشريه وهنن اكيد بيلاقوا الحل. بيلاقوا الحل هنن مو انتو. سيدي شو رايكم نجيب حرام كبير ونكمش كل واحد من طرف وانتو بزتوا حالكم عليه؟ ما بقدر يا اخي ما بقدر. معي هشاشه عظام وبخاف انفكش. حافظ رقم فرقه الطوارئ يا رئيس المخفر. خلاص خلاص سيدنا ما في داعي لقوات الطوارئ يمكن راح تشتغل. عملك اكل زئ مرتب وان شاء الله ما صار له شيء. اسعفوه على المستشفى بس طلعت اصابته خفيفه الحمد لله نفد. ايه هو كمان الحق عليه ضروري يتخوزق فوق الرافعه. شو بيعرفني بس الله يستر ما يعملنا شيء فيلم بعد ما يطلع من المستشفى. ليش انت بده يطلع؟ والله ما بعرف بس بكره نازلين نشق عليه ونستسمح منه. الله يتلطف فينا يا رب. امين يا رب. الحمد لله على السلامه يا ابو النصر. الله يسلمك الله يسلمك. قسما بالله يا سيدي ما نمت الليل من انشغالي عليك. بسيطة بسيطة حصل خير. على كل حال سيدي اطمن الموضوع ما راح يمرق هيك. انا حبست شوفير الرافعة ومدير المرآب ومدير الكهرباء وكل من له علاقة بهالمصيبة وهلا انا حاططه رهن التحقيق. لا لا اوعك. شو هاد لا تحبسوا حدا منوب واذا كنتوا حبستوهم فورا تطلقوا سراحهم. ليه سيدي؟ ما هن المسؤولين عن المصيبة اللي صارت معكم. ومين قالكم انها مصيبة؟ شلون سيدي؟ ما فهمت. بالعكس يا جماعة أنا استمتعت كتير باللي صار معي. استمتعتوا سيدنا؟ جدا لأنه بالفعل الاختلاط بالناس مصيبة بس شوفت هالناس عم بعد ومن فوق يا أخي غير شكل. مثل ما عم قلكم من فوق غير شكل.